الراديو 90-90 هواها مصر. يلا عمل نفسك سامع ومخد لك خمسة صيانة وركز شوف هنقول ايه. اتمسو خليك على الراديو تابع يلي بتسمعنا خمن كلمة سر اللي لقيه على الراديو 99 سالي عبد السلام بتمسي عاللي سمعين سالي عبد السلام. يا مساء الفل ومساء البهجة كنت بتنحنح مساء البهجة بس كده اهو. يا مساء الفل ومساء البهجة ومساء كل حاجة حلوة على عيون مستمعين راديو 90-90. اخباركوا ايه وعاملين ايه؟ وحشتوني وكده. بصوا بقى 199 ده رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتولنا على الفان بيج فيسبوك / راديو 90-90 او على تويتر هاشتاج اتمسوا او راديو 90-90. معاهم معاهم عليهم عليهم. دايما بيجيب مشكلة واقعية او مشكلة من بريد الجمعة وانتوا بتحاولوا تحلوها، تحطوا نفسكم مكان اللي عنده المشكلة دي وتحاولوا تدوروا نصايح او تقولوا له يعمل ايه. المشكلة اللي معايا النهاردة غريبة شوية، انه كان في واحدة مطلقة ومعاها ابن واتعرفت على حد كويس جدا وراجل كويس جدا وجوزته واهلها كانوا موافقين وكانت كل حاجة ماشية تمام وحياتهم كلها كويسة جدا. فجأة ومع اول خناقة قال لها عايزة ترجعي من غير ابنك. فهي محتارة تعمل ايه، ترجع من غير ابنها وترجع لجوزها وتكمل حياتها عادي وكده، ولا تختار ابنها وتطلب الطلاق تاني وتبقى مطلقة لتاني مرة. فهي محتارة بقى، هي عمالة تقول انا مش عارفة اعمل ايه، انتوا رأيكوا اعمل ايه. انت لو في مكانها او لو انت مكان جوزها، خلاص هو يعني هو قال كده، فانت مش شايفة تاخد رأي جوزها، لأ هينفع تاخد مثلا رأي باباها أو أخوها أو خالها أو حد كبيرها، يعني هتقول لها تعمل إيه؟ وإنتي لو مكانها هتخليها تختار إيه؟ مسا مسا على كل الناس الكويسة. 199 ده رقم الأس أم أس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 أو تبعتونا على الفان بيج فيسبوك / راديو 90-90 أو على تويتر هاشتاج اتمسوا أو الراديو 90-90. المشكلة اللي معايا النهاردة مشكلة عميقة غويطة. بتقول لك ايه بقى، بتقول لك انه هي كانت مطلقة وعندها ابن واتجوزت تاني ربنا كرمها، وفي اول خناقة مع جوزها الجديد قال لها عايز ترجعي من غير ابنك. هي محتارة بقى مش عارفة تعمل ايه، فبتقول انتوا لو مكاني تعملوا ايه وانتوا تنصحوني اصلا بايه. الو يا سلام. الو ايوه فندم، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت بتشتغل ايه؟ الحمد لله على راسك. الحمد لله تمام. الله بتشتغل ايه؟ مش موظف في شركه كهرباء. اخبارك ايه يا فندم؟ الحمد لله. انت بتشتغل في شركه كهرباء؟ اه يا فندم. بتشتغل ايه في شركه الكهرباء؟ دوكمنت كنترول. وات تاني كده؟ دوكمنت كنترول يا فندم. دوكمنت كنترول اسمه ايه؟ كنترول دوكمنت كنترول. دوكمنت كنترول. الله، ده انت بتأيد بقى كل حاجه. طب بقول لك ايه، الفاتوره اللي جايه كام؟ اخبارك ايه، عامل ايه؟ كله تمام والله، وحشنا. ربنا يبارك لك وتسلم لي وعلى راسي والله العظيم. انت اول مره كلمني ولا كلمتني قبل كده؟ لا انا كلمت قبل كده بس ممكن من سنه. منورني والنبي، الله يخليك. قول لي بقى تعمل ايه الست دي، تختار ايه؟ هو من كلام حضرتك كده ان الست دي كان ابنها الاول عايش معاها. كانوا في الاول كويسين مع جوزها ده. لا هي كده ما قدرتش تخلي جوزها يبلع لها الزلط، بمعنى صح ان جوزها ان يوافق ان ابنها يعيش معاها وتجيب ابن ثاني كمان. فعشان كده هي لا، يبقى كده هي لازم تعيش مع ابنها، لان بعد كده حتى هي ما قدرتش تخلي جوزها يحبها قوي لدرجه ان لاهم، ولو ثابت ابنها برضه جوزها هيسيبها حتى لو رجعت. طب تعمل ايه بقى في الحيره دي؟ ما انت ما جاوبتنيش برضه يا عم سلام. ان هي تقعد مع ابنها خلاص، يعني تختار ابنها خلاص وتتطلق تاني عادي. خلاص. لو انت بنتك هتقولها كده؟ والله انا شايف يعني عشان ممكن ربنا ما كرمنيش ببنوتك. انا شايف كده. لو اختك؟ ولو ما كرمكش باختوتك؟ ولو اختي برضه انا شايف كده. هتقول لها كده برضه؟ لان جوزها لو بيحبها فعلا بيحبها قوي كان هيقول ابنها.
لان صعب ان واحد يحرم حد من ضمان. اغلى حاجه لبني ادم هو ضمان, وان هو يحرمها من ضمان ان هو بيحبها, فهي تختار ابنها وخلاص وتطلق تاني ما جراش حاجه. ده سلام لي ونورتني, ميرسي عم سلام, شكرا على راس, باي باي باي. عليكم السلام وبركاته. الفكره في حاجه انه فعلا المجتمع يعني هيقولك ايه, انا عندي عادي ان هي تبقى مطلقه 2 و3 و10 طالما خلاص يعني بتتجوز, يعني حره يعني, لانه الراجل عادي والست يقولك لا وعيب ومش عارف ايه. لا هو مش عيب, بس الفكره الخوف من الفشل, فاهم انا بتكلم في ايه, انه تاني مره وخوف من الفشل. طب مش هنعرف نوصل لحل وسط مثلا؟ انا مش هقول رايي غير في خمسة صيانة على فكره, وانا عندي راي, انا عندي راي, سيبوني اقول رايي. عندك ايه؟ في كمان من على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99. يا سما مساء الخير عليك يا حبيبتي. ريمو بسلم عليكم من طلعت, مساء الفل يا حبيبتي. وليد هزر يا وليد, بيقولك انت عايزانا نجاوب بايه؟ بخوف مستمعينا. انت عايزه ايه واحنا نعمله ونخلص منك؟ في كمان اسلام بيقولك مش لما اتجوز الاول, بس يا اسلام حل المشكله يا بابا. وحسين بسلم عليك, تسلم لي. وسمار بتقول حد يقدر يتخلى يسوع عن ابنه؟ ده حتى الحيوانات ما تعملش كده. لا الحيوانات احن مننا وارحم مننا, عايزه اقولك بجد يعني. الفيديوز اللي بنقعد نشوفها, انا مش بتشوف دايما مواقف حيوانات مع اولادها, بس بتشوف مثلا فيديوز على الانترنت او مش عارف ايه, لا حنينين قوي عننا وحقيقيين. احنا ممكن نكون مننا كتير بوشين, ما بستثنيش نفسي طبعا. في كمان مصطفى حسين بسلم عليك, قالك تقدري تخلي عن ابنك؟ لا انا مش متجوزه ولا مخلفه, بس هرد يعني. انا لو هي بتسالني عن رايها انا هعرف ارد. في كمان حسام خالد, انا بسلم عليك, قال انا ابويا اتخلى عننا واحنا عندنا 5 سنين, ما كناش نعرف عنه حاجه خالص, وظهر واحنا عندنا 14 سنه. الحمد لله كبرنا وبقينا رجاله, وامي تتشال على الراس انها ربتنا واشتغلت وشقيت. جدعه جدعه دي الست المصريه فعلا. احمد بسلم عليك, بيقول انا مش متزوج ولكن لو عندي ابن اتخلى عنه في حاله واحده بس. في حاله واحده فقط, لزوجه اللي هو بحبها بس مش مجبر عليها, ولكن اكون سنده في كل شيء الا الغلط, والغلط اللي ما سامحه ابدا اذا اهان زوجته باي شكل من الاشكال. حسام خالد انا بسلم عليك. وعمر عبد المحسن انا بسلم عليك, قالك ايا كان السبب محدش يتخلى عن حته منه. كلام حلو بس انا عايز اسمع الرد. في كمان احلى مساء سو بتسال في اصلا يا قشطه يعني تسيب ابنها؟ ندى اسامه قشطه معلم, تسيب ابنها بقى وكده بقى. ها انت عندك كام سنه يا ماما؟ انت اكيد 14 او تينيجر يعني, اللي هو سن المراهقه ده, من اديكي من 14 ل 18. ابعتي يا ندى قولي لي قد ايه. قالت لك هي اصلا قشطه يعني تسيب ابنها. ما انت حليتي الحلقه, وما انا طالعه بعمل ايه بقى؟ انا طالعه بضيع وقت ليه؟ انا مش كنت جيتي من الاول؟ انت فين؟ انت من الساعه 6 واحنا بقت 6 وثلث دلوقتي. ايه ده؟ ده ايه ده؟ في حد بيقول تختار ابنها, الزوج مش هيفضل لها, الابن اللي هيفضل لها طول العمر, والطلاق مش هيبدا. رقم اخره 42. مسا مهندس محمد عبد الله. في كمان, هو مين اللي ممكن يتعوض, الابن ولا الزوج؟ تختار ابنها اكيد, ده سامح. مساء الورد, ربنا يحبب فيك. ثانك يو يا حبيبتي, تسلمي لي يا رب, يحبب فينا خلقه. اسماء حاضر, انت بقيتي حكيم او روبي, واخده التوكيل. ها هيسلم بقى على كل الناس هاشتاج تمسوا. يا نوال انت جيتي بدري, هلا 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 بالغلا والله. هشام بسلم عليك, وتريكا بسلم عليك, وضياء بسلم عليك. يا ضياء, شيماء ازيك يا حبيبتي, اخبارك ايه؟ بتقول هو لو بيحبها مش هيخيرها, واكيد ما خلفش وما عندوش اطفال. لو عنده وعارف ابن قيمه الابن مش هيقول لها كده, خليها تتطلق. يلا احنا خسرانين حاجه. ادم يونس انا بسلم عليك, تسلم لي. في كمان شوش بسلم عليك يا حبيبتي, وبسلم على شوش حجازي, وبسلم على ريهام, وبسلم على امينه, وبسلم على نور, بسلم عليكم كلكم. 199 ده رقم الاس ام اس, ممكن تكلمونا على 2 18 10 8 66, او تبعتولنا على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99, او على تويتر هاشتاج تمسوا او راديو 99. الست تختار ايه بعد ما اتجوزت وكانت الحياه كويسه جدا, وهو عارف ان هي مطلقه بابن, فجاه مع اول خناقه قال لها لا سيبي ابنك وتعالي, عايز ترجعي البيت سيبي ابنك وتعالي. هي في حيره مش عارفه تعمل ايه ولا تختار ايه. انت لو مكانها, يعني انت لو مكانها, او دي بنتك او دي اختك, هتعمل ايه؟ الو الو باي باي. الو الو ايوه انتوا مين تاني؟ مصطفى وشيت. مصطفى وشيتوس.
وصلت عليكي 230 مره لحد ما وصلت لك. يلا هي 232 اتقفلت. باي باي. بنعمل ريكورد ريكورد. احنا بنعمل ريكورد عشان نتصل براديو 90 نتصل بسالي بس. انتوا راجعين من الشغل برضو؟ اه راجعين. مراتاتكم فين انتوا الاثنين؟ في البيت. في البيت ما بيشتغلوش؟ لا لا بنشتغل. مراتي دكتوره ومراته دكتور. الاثنين دكاتره؟ اللهم صل على النبي. دكتوره ايه ودكتوره ايه؟ دكتوره بشري ودكتوره صيدلانيه. صيدلانيه. فهو مبسوط بقى تخلص الصيدليه تقعد ساعتين وترجع. والبشري بتشتغل الصبح بس طبعا انت ما ترضاش تنزلها في اي وقت لو حالات طارئه. ونختار بقى سبيشاليتي ما فيش فينا بطشيات وكده. اه انا داخل اختار التخصص. تخصصك ايه؟ والله انا بطنه. لا مش هينفع معلش مش هكمل الجواز. تختار ايه الست دي؟ تعمل ايه؟ قبل السبيشاليتي. قبل السبيشاليتي كمان؟ يعني السبيشاليتي دي جت وانت موجود؟ اه طبعا. يا سلام كل سبيشاليتي وانت طيب. قول لي بقى تختار ايه الست دي؟ والله انا شايف الست دي تختار طبعا ان هي تنفصل عني. ليه بقى؟ ليه؟ انا والله رايي في الموضوع ده انه هو اللي ما قدرش ياخد القرار صح. يعني هو كان عنده قرار ان هو يتجوز ويرتبط بيها وعارف ظروفها. اه مش بعد ما ارتبط بالبني ادم ابدا اغير فيه. يعني لو انت لا قدر الله مطلق واتجوزت واحده معاها ابن هتوافق ان ابنها يعيش معاكوا؟ مش اتجوزت واحده انا هفكر قبل ما اتجوز الواحده اللي لها ابن اشوف ابعاد الموضوع. طب افرض اتجوزت وجربت ظروفها وظروفها مش مناسباك. ما انا الواحد ما ينفعش يتكلم مش عن تجربه. لا هنا ساعتها بقى انا بتحمل قراري مش ان انا بقى بعد ما ارتبط بالبني ادم ابدا اغير فيه وابدا ان انا افرض عليه. يعني لو اختك هتقول لها اتطلقي عادي؟ ايوه طبعا. هي فكره يعني هي تبقى عايشه مع شخص وسايبه ابنها واكيد اكيد يوم ما تفكر ترجع له هترجع له بس وهي في تحفظات في العلاقه ما بينهم. يعني اكيد هتبقى شايفه ان هو ظلمها وان هو جاء عليها ما تبقى قاعده بتفكر في ابنها وهو مش موجود. هيفضل في تشوه في الموضوع مش هيبقى الموضوع سوي. يعني تتطلق لو خلاص مفيش فايده. وتيتو عارف الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا تيتو اللي بيتكلم. ومصطفى راضي على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طبعا طبعا لازم تتطلق. ده ابنها يعني هو من الاول فكر غلط وارتبط بيها وبعد كده مش عارف يكمل لاي سبب ان كان بقى. فهي الرجاله بقت صعبه قوي يا مصطفى. الرجالة ما بتفكرش صح مستعجلة. الرجالة ده ايه ده يا عم ده؟ خلاص عايز يتجوز بس كده وخلاص. بعد كده في الاخر يعني يلاقي نفسه اتصدم فيبتدي ياخد قرارات غلط. بعدين هو مين اللي يقرب لها؟ انا عايز افهم. ابنها طبعا. حقها طبعا. ثانك يو نورتوني تسلمولي. باي باي. كل اسبوع بنتصل بيك والنبي منورين. اتفضل والله يعني ما لحقناش نضيفكوا والله وقت الهوا بس ضيق. شايف الرقم عندك علشان بعد كده ترد علينا. بعد كده ارد والله. لا اول ما بيرن برد وربنا. ثانك يو باي باي. ثانك يو باي. يا اسماء الو. يا مساء الخير يا حلويات. مساء الجمال يا اختي. عامله ايه؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا روحي تسلمي لي. قولي لي بقى تختار ايه؟ بص انا هقول لك اول حاجه. هو يعني هو ما راح يتقدم لها كان عارف اللي هي معاها ابن. فهو دلوقتي كده بيمسكها من ايديها اللي بتوجع دي حقيقه. انا حسيت تمام. تمام. فهي لا انا بقول تفضل مع ابنها. لان لو رجعت له مش هيبقى في امان ليه. طبعا هي مش هتبقى حاسه بالامان. طبعا. فهو مين اللي هيبقى باقي لها؟ مين؟ ابنها. ابنها. صح ولا مش صح؟ وبعدين هو ده اللي هيبقى سندها لان الراجل ملهوش امان. هو بقى في عيال بتبقى سند. يا سلام يا امان الرجال يا امان الميه في الغربه. هو في عيال بقت سند. يعني انت كده اسالي مامتك كده قولي لها انا سند ليكي هتروح قايل لك اقفلي السكه عشان تضربي علقه. بصي ماما دايما تقول لك ايه كان في مثل إيه؟ بيقول لك يا جايبه البنات يا شايله همها للمنات. شفتي؟ ماما ماما بتقول العكس دلوقتي يا جايبه الصبيان يا شايله همهم للمنات. بجد. يعني انت طلعتي بنت كويسه. الايه؟ دلوقتي بنت كويسه خلاص تمر فيكي. لا الحمد لله. الاكل اللي اكلتيه وانت صغيره تمر فيكي. لا بس انا والله بجد لا هي تفضل مع ابنها. مع ابنها. لان ما فيش راجل كده يعني هو كده يعني هيذلها بمعنى اصح. من نقطه ضعفها ابنها لا يبقى ملهوش لازمه يغور في 60 دقيقه. بس كده خلاص يلا امشي بقى عشان انت هتبوظي لنا الهوا. باي باي. يا اطفال بتسمعنا يا شيخ. حكيم يا سوق. هجيب حالا. حاضر. باي باي يا حبيبتي مع السلامه. لا الاغلبيه قال لك تختار
تختار ابنه. لا عايز اسمع اراء اكتر. ان في اراء هتقولك لا طالما اتجوزت جوزها ليها ليه حق عليها فالطبيعي ان هي ممكن تختار جوزها. متهيألي هيبقى في رأي تاني. اخ يا مجتمع بقولكوا ايه خلتوني افكر وشغلت دماغي بزيادة. شكلي هغير رأيي في 5 سنين ولا ايه؟ لا انا محدش يأثر عليا ابدا. هتنزل المرات 199 رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتونا على الفان بيج facebook.com/radio9090 او على تويتر هاشتاج اتمسو او راديو 9090. ست كانت مطلقة ومعها ابن واتجوزت تاني وهو كان موافق على ظروفها وكده. فجأة ومع اول خناقة قال لها عايز ترجعي ارجعي بس من غير ابنك. فشوفي ده اختيارك شوفي انت عايزة ايه. من على الاس ام اس 199 في مسج عجبتني بتقول لك بس مش بعت اسمه. بيقول انه لو ما كان ابنها وفكرت بس في السؤال انا مش هرضى اعيش معاها. انا عايزه كحلي. انا مش هرضى اعيش معاها رقم اخره 712. تخيل انت مثلا مامتك واتجوزت وبيقولها سيبي خبر ابيض وانت سامع الحوار ده كله او عارف ان مشكلة عليك. الولد مش صغير كمان لانه الناس سألتني حتى في الراديو انا عنده كم سنة. عنده 4 سنين. انا ما قلتش ديتيلز قوي لانه الابن ابن مهما كان يعني. بس ما هو برضو انا ليا حياتي. تعالوا نكمل بقية القرايه مش دعوة. مساء الفل اقسم بالله ده محمود الديب وحمادة الديب ومصطفى الديب. ده احلى مسا ده ولا ايه؟ في كمان مرات عمي ده محمود رافت. عندك مشكلة مع مرات عمك؟ انا بكره عمي عارف اللي هو كده. في ايه؟ في كمان انا هاني العمدة مفيش احسن من الابن هو سند الست في الحياة واصلا هو وافق يعني بانه يتجوز واحدة معها ولد ويحبها ويستحملها عشان يعني لو بيحبها يستحملها عشان خاطر الولد. في كمان مسا عليكي انا بمسي عليكي انا باسم من سوهاج بتكلم من المدينة الجامعية. لا طبعا ما تسيبش ابنها منورني. في كمان سعيد بيقول سعيدوف بيقول الراجل اللي زي كده ملوش كلمة ممكن يهددها بعد يوم اسبوع شهر سنة. طبعا تسيبه وتربي ابنها وربنا هيكرمها سواء في ابنها او في حياتها عموما او حد تاني يبقى ظروفه بيرفكت ليها. ابنها اولوية نمبر ون طبعا. حلو قوي بالعربي نمبر ون دي نمبر ون. واخيرا اقول بلاش عواطف وعدم التفكير الابن اهم. لا هي برضو مهمة. هنختلف في الاخر بس مش دلوقتي. انا هروح مفرقع قنبلة وجارية. في كمان رقم 53 متفقة بس برضو ليا الشروط. طريقة دي بيقول لازم تختار ابنها جوزها بكلمة يسيبها ابنها هيفضل في قلبها او يفضل حبيب قلبها حبيب قلبي. في كمان سينته عزيزي سينته مش انت اللي جبتلي الهدية على البيت سائق تاكسي. على فكرة انت جبت الهدية قبل عيد ميلاد باسبوع معين ما فيش حد ابدا. انا كنت نايمة الحمد لله كانت الساعة 12 الدور. ليه حد يخبط لحد الساعة 12 الدور؟ ليه ما الناس بتبقى نايمة عادي؟ تحصل يا جماعة. بس ثانك يو على الهدية وعلى راسي وتسلم لي على هدية عيد الميلاد. قال لك ايوه انا 18 سنة بس قصدي لا طبعا ما تسيبش ابنها مش سؤال اصلا. ممكن. في كمان من تاني فادي بيقول هو المفروض كانت ردت في وقتها لان لازم تختار ابنها طبعا يعني ابنها طبعا انه الراجل مش مهم. هي ما فكرتش في ابنها لو سابته هيضيع. انا فادي اخويا ما حدش بينام من غير 10 من المحلات فاتحه 24 ساعة. لا مش دعوه شو رايك دلوقتي. سامعني بتقول معظم الناس دلوقتي بتقول لك من على الفهم بيج facebook.com/radio9090 بتقول لك العيال مصيرها هتكبر وهتتجوز وهيسيبوكي عشان دي سنة الحياة وكده. بس حرمان الام وحش يا سالي. انا مجرباه يا روحي. انا في كمان محمود عبد الدايم بيقول ممكن يبعد عن مامته انما هو لا مش فاهمه. علاء بيقول لا طبعا ما تتخلاش عن ابنها بدون الدخول في التفاصيل ارجوك. انا موت في الديتيلز في التفاصيل يعني ممكن اسال اسئله بحس ساعات نفسي مذيعه فعلا فاهم غصب عني وكيل نيابه بسال اسئله مريبه في النص لو حد بيحكي لي قصه يعني ممكن يسيب القصه ونتخانق عشان انا سالت اسئله ملهاش لازمه. ننوسه تسلمي لي يا حبيبتي. في كمان عماد سعد بيقول لك على فكره ما عندناش طلاق. عندناش حد يطلق. في كمان انا ممكن اتخلى عشان انا مش متجوز. يا ما تهزروش بقى.
لو اتخلت عنه ما تجيبش ولاد تاني عشان ما تظلمهمش ولا تفرق ما بينهم. ممكن نوال بسلم عليك يا حبيبتي تسلمي لي. وشيماء بتقول من وجهة نظر الام الجواز بيأثر العمر والعيال تجيب المرض. والله الام شيالة. اي والله هي مش عارفة تقف مع المجتمع ولا تقف مع جوزها ولا تقف جنب العيال ولا اوقفي في حتة هنا يعني فاهم. اوقفي في حتة ناشفة ما تكلمناش خالص الست ما تكلمش حد. شوشو حجاتي بسلم عليك يا حبيبتي. في كمان من تاني الله يا نوال يبقى ده ليا ده رزق وخير جايلي ده رزق وخير جايلي طالما القرار ده نزل من السعودية. محمد شعبان بسلم عليك وضياء بسلم عليك ومن تاني كريم لو الام تخلت عن اطفالها ما تبقاش ام اساسا. الام مش خلفة وبس دي امان وعطف وبحر حنان وملوش حدود واحلى حاجة في الدنيا دي حقيقة. عبدو زيدان بسلم عليك برضو. 199 ده رقم الاس ام اس ممكن تكلمونا على 218 لا استنى هتلخبط 218 10 8 66 او تبعتولنا على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99 او على تويتر هاشتاج اتمسوا او راديو 99. بيقولك ايه بقى معلم لكن الست كانت مطلقة وعندها ابن واتجوزت تاني وجوزها كان عارف ظروفها وكان مقدر وكل حاجة وكان موافق فجأة مع أول خناقة قال لها عايز ترجعي ونرجع نبقى كويسين مع بعض هتسيبي ابنك. فهي دلوقتي في حيرة مش عارفة تعمل ايه ما ردتش. هي في حيرة هي بتقول أنا مش عارفة اختار ايه ولا اعمل ايه أنا مش عارفة اتصرف ازاي. ألو يا نور. يا سالي اخبارك ايه عامل ايه انت عاملة ايه الحمد لله كله تمام. هابي بيرثدي ما عرفتش كلامك امبارح ولا اهو اديك سبقت وصلت يعني بس المشكله مش من عندي من الخطوط الجميله بتاعتكم اللي بنقعد نتصل 75 لما علينا عبيدك يا رب. ايوه حاجه زي كده. قول لي بقى تختار ايه طيب. وانت طيب ثانك يو. لا طبعا تختار ابنها اكيد دي مش محتاجه تفكير خالص. ازاي مش محتاجه تفكير خالص بس ده في الاخر ابنها يعني. في حد برضو من شوية اتصل وقال كده او قال على الفيسبوك حاجة كده قال ان فعلا تختار اللي ما يتعوضش. اللي ما يتعوضش هو الابن يعني انما الزوج يتعوض. وتبقى مطلقة تاني عايز مثلا مش بتقولي مش بتخارية ما بين ابنها واخوها مثلا لا بتخارية ما بين ابنها وجوزها فالاختيار هنا سهل. لكن لو الاختيار بين ابنها واخوها مثلا اوكي يبقى الاختيار صعب. لو الاختيار بين ابنها وبنتها يبقى الاختيار صعب. لكن الاختيار بين ابنها وجوزها ايه الصعب في كده؟ إيه ده زوج عادي ممكن تجوز مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ممكن الصباح اتجوزت لغايه ما كان عندها 80 سنه ده ما صلي على النبي. حصل يعني التجارب دي موجوده. لكن الابن ده ابن وهو لما يكبر عمره ما هيسامحها ولو ابنها عمره ما سامحها مش هتعرف تعيش. لكن لو جوزها ما سامحهاش هتعرف تعيش. طب وايه لو قالت له هتعيش عند جدتك وانا هاجي لك كل شويه ايا كان في الاخر ما ينفعش تبدي جوزها على ابنها ايا كان الاوبشنز اللي هتحصل ما ينفعش اللي في الاخر الاختيار اللي هي تختاره يبقى جوزها مش ابنها استحاله ما ينفعش. انا بكلمك في الكلام ده مش يعني مش رؤيه ولا وجهه نظر لا دي تجربه انا نفسي عديت بيها. ازاي احكي لي التجربه انت عديت بيها عايز اسمع. مش بنفس الشكل اللي انت جايباه ده بس يعني انا والدي توفى من وانا عندي 12 سنه والدتي ما اختارتش خالص ان هي تتجوز خالص فدي حاجه طبعا بالنسبه لي ابريشيت. يعني طب ولو كانت قالت لك انا عايزه اتجوز ما هو ابريشيتد بس هي قضت عمرها عشانكو وانتوا دلوقتي كلكم متجوزين وسايبينها. لا لا لسه ما اتجوزتش مش هسيبها. افضل قاعد جنب ماما. هفضل قاعد جنب ماما. لا طبعا انت هتتجوز وهتسيبها. انتوا كام بنت ولد؟ ليه يعني هو ليه انت شايفه ان الجواز عشان طبيعي ان انت يبقى ليك حياه وطبيعي ان انت يبقى ليك بيت. طيب ما حياتي دي هي جزء منها هي الجزء الاهم فيها يعني. هو انا ايوه حتى لو الجزء الاهم بس انت هتعيش معاها في نفس البيت انت ومراتك؟ وات ايفر حتى مش هيش معاها في نفس البيت بس هي ستيل امي هروح لها على الاقل مره مرتين ثلاثه خمسه في الاسبوع. في الاسبوع لكن هي دلوقتي المفروض عايز حد يعيش معاها كل يوم. خلاص عيش معاها لو هي هتوافق اعيش معاها كل يوم اجيب مراتي وولادي ونعيش معاها لو هي وافقت. هتطردكم كلكم بره هي ناقصه دوشه. طيب دي مشكله ايه بقى انا كده ما اثرتش في حاجه انت بتقلتي اللي طردتيني انا كده عملت اللي عليا. بس انت لو كانت هي قالت لك عايز تتجوز كنت هتتضايق؟ اه طبعا اكيد ما فيش ولد في الدنيا وما فيش راجل في الدنيا ما ليه الرجاله انانيين كده يعني دي انانيه. مش انانيين يا سالم مش انانيين الولد بطبيعته بيغير على مامته اكتر زي ما البنت طبيعتها بتغير على باباها اكتر يعني. بس مش هتمانع ان باباها يتجوز لو مصلحته في كده وهو مش عارف يعيش لوحده يعني. هتبقى بتولع من جواها هتبقى بتشيت من جواها بس حياته لازم يبقى ليه حياه. دي حاجه يا سالم ربنا خلقها فينا كده ما نقدرش ان نعيش بيها ما نقدرش ما الواحد ما يقدرش يتخيل ان يبقى في حد مع والدته غير والده او في حد مع والده غير والدته. هي في الاب بتبقى هينا شويه الصراحه يعني بالنسبه لنا احنا كرجاله. لكن في الام لا طبعا ازاي اتخيل ان في واحد هيبقى عايش مع والدتي غير والدي. لو كانت قالت لك كنت هتقول لا او 60 لا
طبعا اكيد كنت هقول لها استنى اول مره. اناني انت اناني. مش انانيه مش انانيه ده دي حاجه ربنا خلقني بيها. على الاقل حتى لو كنا يعني لو ما كنتش عادتها لو ما كنتش حابه موافق كنت هبقى معرفه ان انت حتى لو عايز تعملي كده. بس الحمد لله يعني انا امي مش من الناس دي خالص فعلا. امي فعلا من الناس في الحته دي بالذات بتعملها تمثال. يمكن هي في حاجات كتيره ممكن تكون مش شاطره فيها زي ابن ادم يعني مفيش حد كامل. لكن في الحته دي بالذات انا فعلا شايف ان والدتي بتعملها كمان. انت اللي بتقيم تقول شاطره ولا مش شاطره. انا هقومها عليك انا بقول لك رايي. لكن اكيد اكيد في زيها كتير اكيد في زي في اكيد في زي والدتي كتير اكيد في احسن منها كتير. وفي برضو ناس ما اختارتش غير مصلحتها غير نفسها. لا انا لسه مش مصلحتها اختارت حياتها برضو. دي مش انانيه. لا دي برضو انانيه. دي اولويات. انا ما فكرتش في ولادي يا سالي. ما فيش ولد او بنت ما فيش اطفال او ما فيش نشئ طالع جديد بيتربى مع حد مش من دمه وبيطلع سوي ابدا. بنسبه قليله جدا بنسبه 2% يطلع سوي. لكن بنسبه 98% مفيش حد بيتربى بعيد عن ابوه. سواء ابوه كان عايش ابوه كان ميت والدته كانت عايشه والدته كانت ميته. مفيش حد بيتربى بعيد عن والده ووالدته وبيطلع انسان سوي. بيطلعه للمجتمع اشكال مريضه في الاخر احنا اللي بنعاني فيها. احنا لو ما فيش اساءة ادب يعني تربوا ولادكم مش هتعمل حاجه ثانيه. عشان بس احمد تعبنا فاهم. بس كده. ثانك يو نورتي. والله يا نور. ثانك يو. باي باي. مش هعارضكم في رايكم النهارده خالص. انا هقول رايي في خمسه صيانه. الو يا عمرو. ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت بتقول لي بقى انا عايز عايز عايزك تسمعي حاجه من مجرب. نصيحه من مجرب. هو هي غلطانه طبعا. وهو ده مش بني ادم. دي اول حاجه. هي غلطانه بقى ان هي لسه في مرحله تفكير وبتسال ناس وبتاع. انت جربت الموضوع ده ازاي؟ احكي لي عن تجربتك. انا 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 يعني اتعرفت على واحده قبل ما اعرف ان هي كانت مرتبطه قبل كده. اعجبت بيها خلاص. طب يا بنتي عايزين ناخد الموضوع بشكل رسمي. قالت لي اذا في مثلا ايه في مشكله في ما هي لحد ما قالت انا مطلقه. خلاص انا ما فيش مشكله. قالت لي انا مطلقه الاول. ما فيش مشكله. طب ايه المشكله يا بنتي؟ ده في مثلا احمد. هي كل شويه هتقعد تديك الحوار بقى بالراحه. مره في مره انا لقيت نفسي خلاص يعني انت مخير يا تبقى قدها وتمشي الطريق يا بلاش من الاول. انت قبلت ولا ما قبلتش؟ قبلت. هو انا ليه بتجوز واحده عندها ابن تمام وابنها عايش معاكو تمام وفضلت مثلا 3 سنين مش عايزه تخلف عشان مثلا خايفه مني خايفه من يعني فهماني خايفه من الفشل زي ما انت بتقولي. وخلفت دلوقتي؟ خلفنا جبنا محمد ما شاء الله. احمد ومحمد. طب وانت مش بتفرق غصب عنك؟ لا غصب عنك هتقفش نفسك وتفرق يعني. اقول لك على حاجه. انا ما اعرفش اعمل كده. ما اعرفش. انا 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 بحترم فيكي حاجه حلوه قوي. يعني مثلا لسه نور من شويه اول ما انت زنقتي قلتي طب حطي نفسك مكانها. حطي نفسك مكانه. عم جاب ورا حطي نفسك مكان احمد ده. ابوه ما يعرفش عنه اي حاجه يا سو. تمام. هو الولد انا خدته مثلا عنده 8 شهور 9 شهور سنه. هو ده ثواب رهيب. ده ثواب عظيم يعني. انا حقيقي شكو بتجري مع ربنا. انا خاف اعمل كده. ممكن اتاجر ابقى غلط. ممكن في لحظه اقفش نفسي بفرق. ما انا هفهمك. انت بتفرق ولا لا؟ اقول لك على حاجه. انا والدتي ميته يوم وقفت عيد الفطر اخر يوم في رمضان. يعني انا بشهد لها ان هو دي ممكن يعني مامتك ما عرضتش. قالت لك عادي ان انت هتتجوز واحده معاها ابن. انا بقول لك ختمتها ما فيش اروع من كده. تخيل الناس كلها في العشاء بتتدفن يوم التكبير. الناس كلها بتكبر كانت زفه. ممكن يكون ده سبب عند ربنا ان هي الولد ده كانت بتعامله كويس. طبعا جدع. شعورك اكتر من كده جدع. انا بقول لك شافوه. انا بسقف لك. حطي نفسك مكان احمد ده. جدع جدع. انت صحيت صحى من النوم لقى بابا عمرو ما لقاش الولد يا ساري بيقول لي انا مش حابب اسمي انا عايزه احمد عمرو. الله. عنده كام سنه دلوقتي بقى؟ تمام. عنده ده في ثالثه ابتدائي. ثالثه ابتدائي. انت بقالك مثلا معاها بتاع 6 سنين 7 سنين. بتحبها قوي كده؟ واتخانقنا ومليون مره. ليه هو بتحبها قوي كده عشان تضحي قوي كده؟ لا طبعا مراتي. هقول لك مش بحبها. جدع. انا عايز اسال بس ليه هو
انت جمال مش يعني ليه هو ما يتحرم من ده كله؟ انا فاهمه قصدك. مش يتحرم من ده كله, انا 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 عايز اللي هو اللي هو صاحب المشكله دوت ليه هو ما ياخدش ابنها دوت ده يعني ده ده طريق كبير قوي, طريق واسع قوي, شارع واسع قوي لقلبها. حلوة دي, انا هختم بدي. اه ثانك يو, نورتني. ثانك يو. اه بيفتح قلبها. تسلم لي. ثانك يو. يعني انا عايز اقول لك لما انا اتخانقت معاها انا رجعت عشان احمد وهي وهي الله تمام. ثانك يو, نورتني. ميرسي. ثانك يو. ثانك يو ابو احمد ومحمد. ثانك يو على راسي. باي باي باي. ده طريق واسع قوي لقلبها, شارع واسع. اللي بيرحم الناس ربنا بيرحمه. بس كده جبت التايهه انت. 199 ده رقم الاس ام اس, ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لنا على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99 او على تويتر هاشتاج اتمسوا او راديو 99. الست دلوقتي في حيره, مش كل الرجاله زي عمرو, يعني مش كل الرجاله هتوافق ان هو يربي ابن مش ابنه لك, لا وانا اربي ابن مش ابني ليه, وانا اصرف عليه ليه, وانا اديله اصلا حناني ليه, اديني قلبك وخد قلبي عادي. الست دلوقتي اتجوزت بعد ما كانت مطلقه بولد, وبعد اول خناقه قال لها لا انا مش عايز ابنك يعيش معانا, فهي مش عارفه تعمل ايه, تختار مين. يا اسراء. الو. الو. هاي حبيبتي, ازيك, عامله ايه؟ الحمد لله. اولا كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا راحي. ربنا يسعدك. قولي لي بقى. ثانك يو يا حبيبتي. قولي لي تختار ايه بقى يا اسراء, تختار ايه الست دي؟ بصي, بدايه هو ما ينفعش يعني ان في حاجه اسمها يعني ابنك يانا. حاجه اسمها يعني انت قبلت من الاول ان انت تتجوزني ومعايا ابن, يبقى تكمل على كده خلاص. هو دلوقتي لا, هو طلع عيل في قراره, وانا اعمل ايه؟ لا مش كده, هو الفكره ان انا في واحده قريبتي كان معاها نفس المشكله, واتجوزت وجابت اولاد وكده واتطلقت, ودلوقتي يعني عيالها هي هم اللي بيشيلوا كل حاجه بتحصل له. يعني عايز اقول لك ان عيالها دلوقتي تعبانين نفسيا, متبهدلين جدا بسبب ان هي اختارت زوجها عن اولادها, فما فيش حاجه اسمها ان انا. وبعدين طلع مش كويس يعني بعد ما اختارته عنها عنهم؟ لا هو مش كويس, بس هو بيفرق ما بين اولاده طبعا. ما دي كارثه, دي كارثه دي. دي نقطة. تاني نقطة من الأولاد, لا انت اختارتي جوزك الثاني عننا. طبعا مثل يوم كلاكية بعد كده ومشاكل نفسية, وحاليا يعني عايز اقول لك بعيد عنها. بعيد عنها طبعا, من شوية عند باباهم وشوية عندها, فمتمرمطين. والأولاد هم يا حبايبي يا حبايبي, هم اللي بيشيلوا الليلة. طب انت يا اسراء لو في نفس المكان هتعملي ايه, لو في نفس موقفها؟ لا 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 لا, ابني طبعا. يعني ايه جوزي؟ حتى لو هو هيكبر ويتجوز ويبقى ليه حياه يا اسراء ومش هيبقى معاكي, هتبقي انت بس اللي قضيتي عمرك كله بتضحي؟ يعني اقعد اضحي؟ لا مفيش حاجه اسمها اضحي, ما انا من البدايه لازم اضحي, ربنا هيعوضني. مش شرط على فكره يكون الزواج هو عوض. يعني ممكن الزواج ممكن يكون تربيه ابنها, ممكن يبقى ولد صالح يدعو لك. صح. بس هي ممكن تتجوز واحد واثنين وثلاثه وعشره, ما هو مفيش مشكله في كده. المشكله ان انا ما اختارش ابني ويطلع معقد نفسيا, يعني ما يرتكب الرايقه في الابنيه, فلا حرام. هي ابنها حرام. وعايزه اقول لك ان هي ده حياتها وكل حاجه. معلش انت من الحلال قبلت ان انت تتجوزني, وعارف ان انا عندي يعني معايا طفل وكده. ايوه. زي ما انا عايزني على كده تمام, مش عاوزني خلاص, يبقى انت كده اناني. ماشي. ثانك يو يا حبيبتي ونورتيني. سلمي عليهم كلهم يلا بسرعه عشان ما حدش يزعل. اول الدور الهدى والندى وشوش و وتريكا وشام حبيب وعبد زيدان وكلهم وامينه خالد وكل. ثانك يو يا حبيبتي ونورتيني, تسلمي لي يا روحي. باي باي. عايز اسلم على كل الناس اللي على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99. وليد بيقول انت عندك شك يا سالي في حب الراجل المصري الحقيقي للبنت المصريه؟ لا احنا الفراعنه, عارف ارد حاجه تانية. قام خد الكومودين ومشي. سؤال مهم, هل الزوج الاول ايه موقفه من الاعراب؟ انها مجرد تفكر تعرض المشكله يبقى الابن يرجع لابوه. ده بوب. يعني لو هي قالت انا مش عارفه اعمل ايه, في بوادر نيه او النيه موجوده, بوادر شك, ترجع. لا انا عجباني يحيى السبكي, عجبني المسج بتاعته, بيقول هاي سالي, هاي
she decided to start again a new life with a new partner. إن هي قالت إن هي هتعيش حياة جديدة مع شريك جديد, which is her right, هو حقها. But such decision, قرار زي ده, has consequences, هيبقى عليه عواقب. One of which, واحدة منهم يعني إن هي تربي ابنها, raising her son بعيد يعني. فأنا أنا بقول إن أنا أنصحها إن هي to return her son to his dad, ترجعه لبابا or her mom, أو تدي مامتها ابنها يعني. وتعيش حياتها, lives her new life. She doesn't have to pay her life as a price for a failed marriage. يعني مش لازم تدفع ثمن حياتها لجواز فاشل. كم تناقضات مرعب. ده ايه ده؟ ده انا خايفة اقول رأيي. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي ده انا دلوقتي؟ اروح فين واجي منين؟ لا بس انا اقول رأيي. انا بقيتش اخاف. انا بقيت اخاف اكتر. تعالوا نقرا, تعالوا نسلم عليه عشان ابص. والله العظيم مرزق, انا في حد تقريبا قاعد لي في البرنامج بيبعت لي اخر مسج معينه في حاجه معينه ببقى عايز ابني عليها البرنامج كله. كلمتك يا نهى وما ردتيش, انا هقول رايك. نجلاء انا بسلم عليك يا حبيبتي من على تويتر, وضياء وعبدو زيدان ونوال وندى حتى لو مش موجوده, وشوش ومون جبت لك, سميره سعيد بسلم على بدر, وبسلم على امينه خالد, وبسلم على اسراء, وبسلم على كريم, بسلم عليكم كلكم مش عايزه انسى حد. ونور الهدى طبعا يا حبيبتي, هيسلم على كل الناس بقى على الفان بيج. عايز الدينا بسلم عليك, قال الانفصال ضربته يدفع لابناء, وده اللي مضايقني. فيبي بتقول لو اتخلت عن ابنها هتتخلى عن زوجها. مش دايما, مش دايما. نورجين بسلم عليكي, وعمر وسما ومحمود واحمد حسنين وسامح, عايز سلم على كل الناس بقى على 91.9 كمان. انا كنت عايزه اكلمك عشان اسمع بس, بتقول مش المفروض يتحملوا الولاد نتيجه اخطاء الكبار. كل سنه وانت طيبه. دي جيجي. يا جيجي يا حبيبتي انا كنت عايزه اكلمك وما لحقتش, تقول امي وانتمتي وزميلتي كده. عايزه احكي لك, كان شرف ليا ان انا اسمع بس معلش نعوضها. نوها بقى هقرا المسج بتاعتها في خمسه صيانه. ومش يعني انا هقول رايي على فكره يعني, مش هتخوفوني. لان في ناس كتير جدا كانت معارضاني النهارده في الراديو على فكره وزعلوا مني يعني, بس انا هقول رايي, انا هقول رايي يا مدحت ومش هخاف. خمسه صيانه. نوها اخر مسج معايا النهارده بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك توديه لابوه وتشوف نفسها, اشمعنى هو عايش حياته وهي شايله كل حاجه, مش هي بس اللي مخلفاه. انا سبت بنتي لابوها واتجوزت وخلفت, قال لها لاقي حد يناولني كوبايه ميه لما اعجز, يشيلني لما عيا, بنتي مش دايمالي, القلوب بتتغير. نقطه. نهى, شوفي يا نهى, انا النهارده مش عارفه اخد صف مين النهارده. انا حطيت نفسي مكان الست دي جدا على فكره, وجالي اكتئاب يعني. مش ده اول يوم اللي انا بتمنى في عيد ميلادي ابدا, لا زعلت. زعلت بمعنى انه انا هحاول ابسطها لك لانه ممكن الرجاله تعارضني, بس انا هكلمك بما يرضي الله وهكلمك بالراحه. انت من حقك انك تتجوز وتعيش وتخلف تاني وتالت, وحتى لو رميت هيقولوا معلش اب جاحد. بس الام لما بترمي بتتشتم, بيتقل من قيمتها جامد قوي, تحس ان يطلع لها ادب. راجل يقولك انا بربي وبعمل. في رجاله احنا هنا قوي, في رجاله مش حنينه خالص يعني. في رجاله ممكن تبقى عامله زينا دلوقتي, انا ما جربتش يعني ايه ضانه زي ما بيقولوا. فانا مش عارفه قيمه الولد, مش عارفه قيمه العيال. ومهما قلت يعني ايوه ده دايما بنتولد بغريزه امومه وبتاع واجيب عروسه وجوده, بس انا ما اعرفش يعني ايه ابن. ما جربتش يبقى عندي ابن واشوف انا هضحي ولا لا. ممكن يطلع ابن زيي اضربه كل يوم علقه, صبحه بعلقه ومسيه بعلقه واحرمه من مصروف عشان لازم يتربى. دي حاجه تانية. ممكن اطلع ام كوميديه جدا, ممكن اطلع ام جحده, ممكن اطلع ام مش حلوه, ممكن اطلع ام طيبه, ما اقدرش احكم. بس انا ممكن اكون عامله زي الرجاله دلوقتي يعني. الرجاله ما بيبقاش برضو غريزه الابوبه زينا يعني. غريزه الابوه مش زي الامومه. الامومه بتبقى بيور قوي, ناتشرال قوي يعني, طبيعيه قوي وخالصه كده. ما هو الراجل برضو اللي اتجوزها من حقه ان هو ياخد واحدة من غير عيال, بس هو ما هو خدها بعيال يعني. انا هتجنن, انا بكلم نفسي صوت الضمير. هو خدها بعيال يعني, هو برضو ما كنتش ضحكت عليا.
أنا شايفة أنه لا من حقها تتجوز تاني وتالت ورابع، يا حرة يعني. أنا شايفة أنه لا من حقها تتجوز والتاني قاعد عمال عايش حياته ورامي الحمل عليها، ده لو كان بيصرف أصلا عليهم، بس هو ما بيتحملش مسؤولية. الأم دايما هي اللي بتشيل قوي، وفعلا والله العظيم الجنة تحت أقدام الأمهات، بتتعب وبتربي وبتشيل وأنا بشوف في الآخر في عيال ما تستاهلش، يعني في عيال بتفكر تودي أبهاتها وأمهاتها دار مسنين، أو يبقى بيشتكي إنه هو شايل شيلته، ده عيل ما يستاهلش. طب ده أنا مش حلال في إن أنا أتجوز؟ مش حلال في إن أنا أجيب زوج صالح يقعد معايا ونكبر مع بعض ونتفرج على التلفزيون مع بعض ونخرج مع بعض ونحب بعض؟ في عيال كده، بس أنت عمرك ما تعرف، ممكن تكون أنت اللي بتربيهم على كده، ممكن يكون فاكر لك موقف أو اتنين أو تلاتة، والله ما هينساهم، هيردهم لك. ده لو هو مش نبتة، مش نبات صالح يعني، مش قلبه مش حنين. بس انا لو مكان الست دي مش عارفه، انا فكرت مثلا ان انا اتخانقت فيه معاهم في الراديو انا هذا يعني ايه، ان انا كان ممكن اوديه عند مامتي واقعد مثلا شويه واكلمه بالراحه واكلمه بطريقة حلوة واتحايل عليه واقول له حرام عليك وانا مش قادر اعيش من غير ابني، انت ما ترضليش كده، مش انت عايزني ان انا ابقى كويسة وابقى نفسيا مرتاحة، انت ما ترضليش البهدلة دي، وبلاش ندخل الولد في خناقاتنا، واتكلم معاه بالعقل شوي وارجع ابني تاني لو انا شارية الاتنين، وما اقولش عشان القلوب ما تشيلش، وما اقولش الاهلي، بس انا اللي هفضل شايل. ما احنا دايما اللي بنتفعس وبنتفرم في النص. او اروح انا اقعد عند مامتي وابقى اجيله ايام معينه، يعني خلاص يعني ما فيش هقابلك، ننزل نخرج سوا، ننزل مش عارف ايه، طالما انت مش عايز ابني، لانه انت ضحكت عليا، انت قبلتني كده، وانا برضو اصيله ومش هتخلى لغايه اخر لحظه. وممكن فجاه برضو انا ما اعرفش، ممكن فجاه تلاقيني لا انا ايه اللي اصلا اللي يجبرني ان انا اقعد مع واحد زيك، انت ضحكت عليا، قلت لي ان انت هتربي ابني، قلت لي ان انا I'm welcomed المفروض، او انا يعني مترحب بيا في حياتك، فجاه بتقولي لا انا همسكك من ايدك اللي بتوجعك، انت ما ترجعيش بابنك، لا 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 والله لا كمان مره بقى ها احط ايدي في وسطي، لا صعبه، انا مش حاطه نفسي مكان. بس تخيل ابني يا حبيبي بيسمع مامته بتقول انه ممكن تبدي جوزها عليه، هيطلع ده عامل ازاي في المجتمع؟ هيطلع يعمل فينا احنا ايه لو ما فيش اساءة ادب؟ يعني تربوا ولادكم، يعني خليكم حنينين. اعرف ناس من صحابي بتقولك بدت جوزها علينا واتجوزت وجابته عاش معانا، عشان كده انا عايزة يوم ما اخلف ولادي من راجل واحد، يعني مش حتى لما اتجوزت كذا مرة. صعب قوي انك تسمع كده، بس الام ام برضه، انا برضه كنت هفضل احبها مهما كانت عملت، ما كنتش هبقى انانيه. بس صعب قوي، ياه ده انا مش عارف اعمل ايه.